حرص الله يستمر مشاهدينا ومستمعينا الافاضل. هذا هو شوط الختام يسير ويندفع ونحن بدورنا نتواصل ونلحق بركب المقدمة لكي نكون وإياكم متواصلين مع هذه المراكز الخمسة الأولى التي يسمح لها بالإيداع. نبدأ مع المركز الأول هذه الشحانية. من تحتل المركز الأول تعود ملكية الشحانية لغانم بن حمد بن مبخوت بن أحمد آل حنيتم. من يتواجد مع المركز الأول ننتقل للمركز الثاني. المركز الثاني ومن تتواجد على مستوى المركز الثاني هذه الشبلة لمتعب بن تركي بن راشد ألف هيدان المري. وعلى المركز الثالث الوصول والتقدم هنا من شقل عبد الله بن حمد بن عبد الله المري. وعلى المركز الرابع من تحتل المركز الرابع التقدم من الجانب الأيمن. من تتواجد هذه الظبي لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري. من تتواجد الظبي مع رابع المراكز ننتقل للمركز الخامس. ومن تحتل المركز الخامس التواجد هنا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل من سرابة عود ملكيتها لمحمد بن راشد بن علي المعضيد مع خامس المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى أدعناها على حضراتكم ونعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. نعود وإياكم إلى الصدارة والمقدمة. من تحتل المركز الأول الشحانية. هذه الشحانية على أرضية ميدانها تحتل الصدارة والمقدمة. تعود ملكيتها لغانم بن حمد بن مبخوت بن أحمد آل حنيتم المري. ولكن شوفوا شوفوا القدوم والوصول. شوف الوصول في هذه اللحظات من المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني. من تتواجد هذه الظبي الظبي مشاهدينا ومستمعينا الافاضل وصيفة على المركز الاول في سباقنا المحلي الماضي. وها هي تتواجد على مستوى المركز الثاني. تعود ملكيتها لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري. وننتقل واياكم الى المركز الثالث. ومن تحتل المركز الثالث الوصول والتقدم على ثالث المراكز في هذه اللحظات. هذه الشحانية لغانم بن حمد بن مبخوت آل حنيتم المري. على المركز الثالث والمركز الرابع الوصول في أول نداء مع أول نداء لمعزة محمد بن دايل بن سيف النعيمي. من تتواجد على المركز الثالث ننتقل للمركز الرابع. رابعا الوصول والتقدم هنا في هذه اللحظات من شقرة لسالم بن محمد بن علي آل حديد المري. وعلى المركز الخامس شوف اللي وصلت المركز الخامس وصلت هنا في هذه اللحظات. هذه الجزيرة تصل الجزيرة في هذه اللحظات. تعود ملكيتها لعبد الهادي بن راشد بن زيد بن ديلة المري. من تتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى شعار الوعب. شعار الوعب هنا على ظهر الظبي مع المركز الأول. الظبي تتواجد على المقدمة تريد أن تحسم الشوط من صالحها شوط الختام مع الظبي مع شعار زيد بن محمد بن ديلة المري. نعم زيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري. الله يا سلام يا سلام. شوف الجزيرة شوف الجزيرة غيرت الجزيرة عبد الهادي بن راشد بن زيد بن ديلة المري مع الجزيرة. ولكن عادت الظبي مرة أخرى. تعود الظبي مرة أخرى يا سلام. المقدمة هنا مع الصدى والصدارة هنا مع الجزيرة. الجزيرة مع المركز الأول الظبي على المركز الثاني. والسلوم
الجزيرة، الجزيرة مع عبد الهادي بن راشد بن زيد بن ديلة، المركز الثاني الضبي مع زيد بن محمد بن زيد بن ديلة، ولكن الله سلام سلام لراعي الجزيرة، سلام سلامنا وتحياتنا لعبد الهادي بن راشد بن زيد بن ديلة المري، كما نهني أيضا راشد بن زيد بن ديلة على فوز الجزيرة وتحقيقها بالمركز الأول. وختامي هذا الشوط المركز الثاني وصل فيه الضبي لزيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري، أما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث أيها الإخوة الأفاضل، تصل صدى لصالح بن حمد القمر المري، أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع شاهدين الأفاضل ميلاد لمسفر بن حمد من مسفر الشهواني، أما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس معزة لمحمد بن دايل بن سيف النعيمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني للجزيرة ولحظة وصولها إلى خط النهاية، قطعت المسافة في 6 دقائق 22 ثانية جزئين من الثانية، هذا هو توقيت الجزيرة. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة المري، أما المركز الثاني فاتضحت لنا الرؤية بالمركز الثاني، نعم صاحبة المركز الثاني إذن المركز الثاني وصلت فيه الصدى، قطعت المسافة، نعم قطعت المسافة في 6 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية. ثاني لو الناموس لمالك صدى صالح بن حمد القمرة المري، أما المركز الثالث 6 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت الضبي. تهانينا والناموس لمالك الضبي من فازت معنا بالمركز الثالث، التهنية موصولة لمالك الضبي مشاهدينا ومستمعينا الكرام، زيد بن محمد بن زيد بن ديلة المري. نهني حق